السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بصاحب سيتي سكاي لاين مع مشروع جديد. هذا المشروع طلبته مني وراح نسويه ان شاء الله. بغداد؟ نعم قلت بغداد. نعم اني قلت بغداد. المدينة هاي راح يكون اسمها شو؟ بغداد. بس مو عندي انهر، انا حاليا فعليا اروح اسوي عليه ولا بغداد كبيرة، بسوي شيء بسيط، مش بالضبط يعني بغداد، بس كويت مدينة طلبت انتم مني مدينة اسمها بغداد. انا حاولت اني اسوي نهر هنا، وتشوف كيف طبعا النهر بيمشي، ان شاء الله يمشي عدل، قولوا امين ان شاء الله يمشي. حاولت اسوي نهر ومر على يمر على شوارع رئيسية، ممكن امد عليه الحين افكر، يعني افكر امد لين صغر البرش سايز. النهر دي وين؟ عندي مشكلة في الليفل، أنا ما أبغى أسوي ليفل إنه عيب العيب الصراحة، ما أبغى أسوي ليفل إنه عيب العيب. وطبعا هذا لا يمثل يعني مش نفس بغداد، لا ما بتكون مدينة نفس بغداد. أنا مو برسام، أخبركم إياها الحين، ولا فنان ولا هالسوالف، ولا اعرف اسوي دبليكيشن. هاي شغلات لعبتي المانجمنت، اسوي مانجمنت، ميزانية حق المكان، ارتبها، بس مش لدرجة انه شو هذا هني. والله حلو الصراحة، اشوفه حلو. هذا هاي واي يسوي نادسر، اشوفه جيد يعني الصراحة، جيد جدا. بيمر على شارع رئيسي بي من هني اللي هو هذا الدرب. انا نسيت اقلب شوي، ولا طالع من اوه هاي مش بغداد، انا بس مسميها بغداد يا جماعة الخير. طلب مني بغداد وان شاء الله قلت حاضر من عيوني ان شاء الله. قلت المدينة اسمها بغداد، قلت المدينة اسمها اللي تبونه، سميها لدي عيونكم. انا ليش سويت جسر؟ اذهب الا ما في زين. نوعا ما اوكي، يعني مش 100% اوكي. انا نوعا ما بسوي نفس اللي هناك اللي هو هذا هاي هايوي اسوي، ولا شارع كبير اقدر اسوي هايوي يمر في نص المدينة انه تو واي. لا بسوي شارع كبير، المدينة وهالحجم كم بتحتاج الشارع. اوكي سوي خط سيدة رئيسي أول، أوكي حلو. نسوي شارع رئيسي أول هذا، بس هذا خليه يمر في نص منو المدينة. شارع رئيسي ثاني بالصوب الثاني من النهر، بعد بوصلة في منو في نفس المكان. لا آه صح نسيت اوصل هاي، لا هاي هني ليش ورا تمشي من مشكلة. ونبا هني بعد هاي واي لحظة خلوا بس مو مشكلة، خلى نضبط الخطوات العامة بس بغداد
نسوي السكن في حال فيه امتداد مستقبلي اوكي بنسوي بس ما في امتداد مستقبلي حاليا على فكرة انا ما اعرف كيف الشوارع اصلا في بغداد يا جماعة الخير لا تزعلوا مني اذا في اخطاء ولا في شيء ما حتى المدينة انا ما زرتها في حياتي بس ان شاء الله اسويها مدينة جميلة جملة يعني فيها مدينة شو نزل الحين زين هني هذا الشارع الرئيسي اللي يمر في نص بغداد انزل بس الشارع الرئيسي واحد ما يكفي صح بنسوي شارع رئيسي ثاني يطلع من هذا المدينة ما شاء الله هيعود بغداد ونبقى شارع رئيسي تقريبا هذا الحول اساس انه شو نسوي شوارع في الوسط اصغر الحين عندنا المي والكهرباء سوينا محطات المي والكهرباء يسدون يعني انتاج كبير شوية هذا الشوارع الرئيسي اللي بتمر في بغداد صور حلوة بس يبغالنا موضوع المي بحل عقب لازم نهر يكون فيه ماي لما في ماي ما منه فايدة غريب زين نوصل في اتجاهين من الهاي واي الاتجاه الرابع بيكون الطريقة هاي هاي المنظر الأساسي لها يعني هي بغداد أنا شفتها هي حول نهر بس هنا مش مضبوط ترى بس أسرع المدن الكبرى مش نفس بغداد أسرع زين الحين الشوارع الداخلية لا الشوارع الداخلية بتكون بالطريقة هاي مربعات أكثرها نسوي جزء مربعات جزء بأنه قاعد نسوي نيران شو رأيكم؟ أنا موفر مساحة شوي انا بحاول اسوي الطريق انه يكون في شبه طالعت خريطة بغداد بس بعد ما في شبه شغلي تعبان صراحة صراحة بصراحة لا حبيبي ضباب اخر خريطة ضباب قولوا لي انتم بغداد انتم اللي حكم بغداد هني قولوا لي انتم ضباب بغداد انا لا ضباط قوي ولا نص نص ولا كيف وضع عندكم الأساسي مالنا بدون ما نسوي مربعات أساس هذا عالية أقول من أي شيء ثاني أنا شفته الصراحة الحين هذا تصميم زال صامت كأفضل تصميم عندي إيه بعد أسرة ثانية للشارع
تم تسر فيه في لبغداد. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة في سوف. أنا باخذ راحتي شوي في الأسبوع. مشروع عبالة قاعدة جميلة يعني مش قاعدة عادية. هاي مساحة حق الخدمات يعني حتى بالتربية. هاي البيوت يعني نجيب لكم البيوت مساحة خدمات فاضية فوق. أساسا هنا نحن ما نقدر نحط ستاتكس ريل لايف، مش صعب جدا، وايد صعب، وايد جدا صعب. وصل هذا في هذا الشارع. طبعا أنا بسوي شوارع أساسية الحين بشكل عام، مو بسوي شوارع كاملة. عندنا بنزيد بعدين. نبغى الهيكل التنظيم الأساسي اليوم. مدينة دوي هذا الجسر جسر اثنين هذا هذا اثنين. الخريطة مستوحاة يعني نقول مستوحاة مش بالنفس مستوحاة من خريطة الوضع الحالية. أتمنى إني أطيب حقها يعني بس بإذن الله. هاي هاي شفت بهني هذا هني بعد لازم ماشي الشاطئ شوي. هاي جغرافيا. اوكي يا جماعة الخير هذه الجسر. بتكفي ولا بيستوي زحمة عندي؟ الحين لازم اقرر انا شوي بعد ترى، لان اذا خليت الجسر شوي في احتمال يستوي عندي زحمه. لازم اشوف بعدين كيف بيستوي بعد ترى. احنا عندي شوارع رئيسيه لكن لازم بعد يكون في مراعاه لانه واحد ثاني الزحمه والتعليم وغيره وهاي الامور وهاي السوالف. صعب جدا صعب جدا رسم هيك بغداد. شو اسم النجرس اسم النهر اللي موجود يمر في بغداد؟ بعد ما طلع عندنا هاي كانت الهيكلة الأساسية حق بغداد. أنا ما بدخل بزيادة بس شو أبغى أسوي؟ أبغى شارع رئيسي ثاني لأن بستوي زحمة عندي. هذا أربع لينات شوي أصغر. بس هي على الأقل مدينة جميلة جدا تكون، ما تكون مدينة عادية. خلاص مدينة عادية الحين تعبنا منها. أربع سيدات فالنص بتكون شو باقي الشوارع. باقي الشوارع النص بتكون باقي الشوارع إن شاء الله. هاي الجسور شوارع كاملة ممتدة
منه الشارع الرئيسي، في وسطها بتكون مناطق. هاي ممتدة لين طلع عليك. طيب التولز يريحون الواحد شوي. هذا هيكون الطريقة، هاي بمد شوي. شو يكون لنا هنا؟ ما بمد الشارع الرئيسي، بيسوي لي زحمة ولا لا؟ لازم ننعش على جسر. في جسرين كبار رئيسيين، في جسر هني مضروب عينه. شو السبب؟ ليش؟ اوكي برفع شوي. زين زين اني شفته، ولا كان بيخرني عقب اذا شفته متاخر. جسر يبالها تربيط، يبالها. ما اقول لكم ما يبالها، يبالها عم، يبالها. بس عجيب. بس شو، كل شيء قابل للتعديل. الجسر كلها قابل للتعديل. هذا زين، هذا زين، هذا زين. هذا وين زين؟ هذا مش موصل في الشارع. صدقوا لما يسوي الجسر غير موصل في الشارع. ممتاز. لا كهيكلة أنا صراحة تقريبا راضي عن الموضوع، مش زعلان أبدا من شكل المكان. طلع وايد حلو. سعيد إني فكرة بسوي الحين المدن كلها بنفس الطريقة، مستوحاة من مدن ثانية. خلنا نخليكم أفراد شوي. سكنية سيدة بالطريقة اللي أنا دائما أسويها، ما في صعب جدا. لازم تكون شوي مميزة. كلكم مميزين وكلكم جيدة، بس هذه المدينة انا يكون شكلها رومانسي مره من الاخر. كل المدن الثانيه اللي تبون نستوحي منها خريطه، يعني انا ما بسوي نسخه في الاصل يعني، بس نستوحي التصميم منها. اكتبوا لي تحت في الكومنت كل المدن اللي حلو الواحد يستوحي منها تصميم مدينه مواتي. لازم يجيب له كهرباء بعد، يجيب له ماي، يجيب له الناس تود كهرباء، والماي شيء مركزي. ما عادت شيء. شو very nice very nice. ممتازة صراحة الخريطة طلعت جدا ممتازة، بس باقي الفراغات بعبيها مع تعباية المدينة مش الحين، لأن هاي ما بخلص منها وايد. بس من فوق بسويها مربعات. هذا لازم مربعات. Thank you.
هاي يعني مبدئيا كيف انا بيكون شكل بغداد. بسوي لها زوم. اوكي زوم كبير. بغداد مدينة ضخمة والله على فكرة، كبيرة جدا مش مدينة صغيرة. وايد كبيرة المدينة، وايد بس بتكون جميلة جدا، جمال ولا أحلى بتكون. هذه رسميا الحين بسميها بغداد. هذا كان التصميم الأساسي لمدينة بغداد، تابعتوا معي ونشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة ونحن نعبي مدينة بغداد. وشكرا على متابعتكم الحلقة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.